إيش أكبر التحديات اللي واجهتوها في هذه المراحل؟ ما كان معنا مصاري. تحدي. التحدي الثاني إنه كانت الاندستري مش مفهومة. يعني أنت لما بتحكي بال 94 هلا بال 2004 الدنيا تغيرت كثير. بال 94 يعني لأنه ما نو يعني ما كانش فيه بالأردن حدا بيستعمل الويب. الإيميل كان فيه يمكن 5 أو 6 يوزرز أكروس جوردن. فتبدأ شغل بيعتمد على الإنترنت أو بيعتمد على مالتي ميديا أو بيعتمد على التعليم عن بعد. بدك تقضي which is what we did سنين educating الناس إيش هو. فهذا كان التحدي الثاني. الثالث إنه لما تأسست روبيكون, وأنا هاي من الأشياء اللي أنا كثير فخورة فيها, ما كان في شباب وصبايا بتعلموا anything in digital technology. يعني لا جامعات بتعلم ولا الناس مستعدة تدرس 3 أو 4 سنين. روبيكون هي الشركة الأولى اللي دخلت الأنيميشن بجامعة الأميرة سمية بالمدارس بالجامعة الأردنية. فصار في معاهد كتير وصار في كتير ناس متحمسين. هي كانت بالنسبة لنا تشالنج, بس هلأ منطلع عليها يعني احنا فرحانين لأنه كتير من صناعة الأفلام بدأت بالشركة.